بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض المهام الأدائية في مادة المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، وطبعا جمعت لكم في الفيديو ده كل المهام المنتشرة على الانترنت. عبارة عن جزئين، الجزء الأول للأستاذة لمياء نصر الدين والجزء الثاني للأستاذ رضا نصار، وهسيب لك إن شاء الله الجزئين لو عايز تحملهم وتدرب الطلاب عليهم في الوصف تحت الفيديو. نبدأ بالمهمة الأولى. المهمة الأولى: منال طاهية ممتازة تعمل بإحدى المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة، وأثناء قيامها بتجهيز البطاطس المقلية بالزيت اشتعلت المقلاة فقامت بسكب بيكربونات الصوديوم لإطفاء الحريق، ولكنها للأسف تساقطت قطرات الزيت الساخن على يدها فأصابتها بحروق بسيطة، فقامت مسرعة بوضع معجون الأسنان على الحريق. مما سبق استنتج: رقم 1، ما الخطأ الذي وقعت فيه منال أثناء علاجها للحرق؟ الخطأ الذي وقعت فيه منال أثناء علاجها الحرق ووضع معجون الأسنان على الحرق. رقم 2، ما الإسعافات الأولية للحروق البسيطة؟ الحروق اللي هي من الدرجة الأولى البسيطة، الإسعافات الأولية للحروق البسيطة. رقم 1، وضع كريم أو مرهم الحروق على الجزء المصاب. رقم 2، لف شاشا خاصا بالحروق برفق على الجزء المصاب. رقم 3، استشارة الطبيب إذا لزم الأمر. نضع كريم أو مرهم الحروق على الجزء المصاب. طب لو وضعنا معجون أسنان خطأ. رقم 2، لف شاشا خاصا بالحروق برفق على الجزء المصاب. رقم 3، استشارة الطبيب إذا لزم الأمر. انتهينا من المهمة الأولى، ننتقل إلى المهمة الثانية. المهمة الثانية: يتعرض السباكون للعديد من المخاطر أثناء عملهم، لذلك وجب عليهم اتباع إجراءات واحتياطات السلامة واستخدام معداتهم الخاصة للوقاية من المخاطر. صنف العبارات الآتية في الجدول التالي: المخاطر المحتملة وطرق الوقاية. التعرض للغبار والأتربة، ما هي طرق الوقاية لمخاطر التعرض للغبار والأتربة؟ طبعا نستخدم الأقنعة. المخاطر هي التعرض للغبار والأتربة، وطرق الوقاية الأقنعة. رقم 2، السقوط من على السلالم. طرق الوقاية: الانزلاق ولا الأحذية الواقية ولا استخدام السلالم أو ثقالات مناسبة. يبقى رقم 2 في المخاطر السقوط من على السلالم، وطرق الوقاية استخدام سلالم أو ثقالات مناسبة. رقم 3 من المخاطر الانزلاق والوقاية من الانزلاق، الأحذية الواقية. المخاطر الانزلاق والوقاية، الأحذية الواقية. رقم 4، حماية اليدين من المواد الكيميائية والوقاية، القفازات. يبقى المخاطر حماية اليدين من المواد الكيميائية والوقاية، القفازات. انتهينا من المهمة الثانية، ننتقل إلى المهمة الثالثة. المهمة الثالثة: المربى هي خليط مكون من ثمار الفاكهة أو بعض الخضروات ومضاف إليها السكر وحامض الستريك. قامت إسراء بعمل المربى بالمنزل واتبعت احتياطات السلامة، فقامت بتعقيم البرطمانات بغمزها في الماء ورفعها على النار حتى الغليان لمدة 10 دقائق، ثم رفعها باستخدام الأداة الخاصة بها، وكررت ما سبق لتعقيم الأغطية، وقامت بتعليب المربى وهي ساخنة في البرطمانات ثم أغلقتها بإحكام. مما سبق: ما الخطأ الذي وقعت فيه إسراء؟ الخطأ هو غلق المربى بعد تعبئتها وهي ساخنة. وعدم تركها لتبرد أولا. 2، ما النتائج المترتبة على هذا الخطأ أثناء إعداد المربى؟ طبعا تتكون البكتيريا والعفن. النتائج المترتبة على إغلاق برطمانات المربى وهي ساخنة: تكوين العفن والبكتيريا، ومن ثم فساد المربى. رقم 3، صمم إعلانا جذابا لمنتج المربى بنكهتك المفضلة موضحا بالرسم. ممكن الطالب يرسم برطمان مربى ويرسم عليه الفاكهة المفضلة له، ممكن أن نقوم بهذا الرسم. انتهينا من المهمة الثالثة، ننتقل إلى المهمة الرابعة. المهمة الرابعة:
فن تنسيق الأزهار، هو فن راق يستخدم في مزيج من الزهور والنباتات والأوراق لخلق تنسيق جميل وجذاب يضفي لمسة فنية على أي مكان. محمد ويوسف ويحيى يحبون الأزهار ويرغبون في تنسيقها، فقام محمد بوضع أطول أفرع الأزهار في منتصف الإناء وبدأ بتنسيق الأزهار والألوان، فوضع في الجانب الأيمن زهرة بيضاء وأخرى صفراء وأخرى حمراء، وفي الجانب الأيسر يقابلهم نفس الألوان، إذن الجانبان متشابهان. بينما قام يوسف بوضع أطول أفرع الأزهار في منتصف الإناء وبدأ بتنسيق الأزهار والألوان، فوضع في الجانب الأيمن زهرة بيضاء وأخرى صفراء وأخرى حمراء، وفي الجانب الأيسر يقابلهم بعض الأزهار المتنوعة، فوضع زهرة زرقاء وأخرى بنفسجي وأخرى صفراء، إذن الجانبين غير متشابهين. أما يحيى فأحضر زجاجة مياه فارغة وقام بتزيينها ووضع بها الأزهار بشكل متدرج في الطول. من خلال دراستك لطرق تنسيق الأزهار، وضح ما الطريقة التي استخدمها كل من محمد ويوسف ويحيى، مدعما إجابتك بالرسم. وضع محمد أطول أفرع الأزهار في منتصف الإناء ويكون الجانبان متشابهين في ألوان الأزهار، لا يعتبر تنسيق متناظر. الطريقة الأولى التي استخدمها محمد التنسيق المتناظر، ويدعم الطالب إجابته بالرسم. يرسم الطالب أطول أفرع الأزهار في منتصف الإناء ويكون الجانبان متشابهين في ألوان الأزهار. الطريقة الثانية التي قام بها يوسف، قام بوضع أطول أفرع الأزهار. قام يوسف بوضع أطول أفرع الأزهار في منتصف الإناء ويكون الجانبان غير متشابهين في ألوان الأزهار، وطبعا ده تنسيق غير متناظر. يبقى الطريقة الثانية التي استخدمها يوسف التنسيق غير المتناظر، ويدعم الطالب إجابته بالرسم. أما يحيى فأحضر زجاجة مياه فارغة وقام بتزيينها ووضع بها الأزهار. يستخدم في الأواني ذات الفوهة الضيقة، أي الفتحة الضيقة، حيث توضع الأزهار بشكل متدرج في الطول. الطريقة التي استخدمها يحيى التنسيق الرأسي، تسمى بالتنسيق الرأسي وتكون بهذا الشكل. انتهينا من المهمة الرابعة، ننتقل إلى المهمة الخامسة. تلقى عم حسين الكهربائي اتصالا هاتفيا من أحد العملاء يخبره بحدوث مشكلة في أسلاك كهرباء المنزل، فذهب عم حسين إلى منزل العميل فوجد تهالك شديد بالأسلاك، فقام بقص السلك وتقشيره لإزالة التالف منه، وفجأة تلقى اتصالا هاتفيا آخر من أحد العملاء فترك السلك على الأرض وانشغل بالمكالمة التلفونية، فقطع حواره صوت صراخ آية، فتوجه مسرعا نحو صوت الصراخ، وجد آية ملقاة على الأرض فاقدة للوعي وغير قادرة على التنفس. من خلال دراستك وضح ماذا حدث لآية وما السبب. طبعا أصيبت آية بصدمة كهربائية، أصيبت بصدمة كهربائية بسبب لمسها المباشر للتيار الكهربائي عن طريق لمس السلك الكهربائي المكشوف، عن طريق لمس السلك الكهربائي المكشوف الذي تركه عامل الكهرباء عن طريق الخطأ حين انشغاله بمكالمة تلفونية. 2- ما الإجراءات اللازمة لمساعدة آية على التنفس؟ الإجراءات اللازمة: القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي للمصابة، ضع يدك على منتصف صدر المصاب والضغط عليه بقوة متوسطة لمساعدته على التنفس إلى حين وصول سيارة الإسعاف. 3- إذا كنت من أحد الجيران المشاهدة للواقعة، ما المساعدة التي يمكنك القيام بها وبأي رقم لخدمة الطوارئ تتصل؟ 1- أقوم بفصل التيار الكهربائي باستخدام عصا خشبية. 2- أتصل بخدمة الطوارئ لاستدعاء سيارة الإسعاف، والرقم 123. انتهينا من المهمة الخامسة، ننتقل إلى المهمة السادسة. دي المهمة السادسة وهي المهمة الأولى للأستاذ رضا نصار. بعد معرفة طريقة صنع المربى، رتب خطوات صنع المربى الآتية ترتيبا صحيحا: تعقيم البرطمانات والأغطية، ولا جمع المكونات اللازمة، ولا التعليب، ولا تحضير المكونات، ولا جمع الأدوات، ولا خلط المكونات وطهيها. 1- جمع الأدوات. 1- جمع الأدوات. إيه الأدوات؟ الأدوات سكين ولوحة أقطية وإناء كبير لطهي المربى، وميزان رقمي، وبرطمانات زجاجية للتعليب بأغطية،
وملعقة التقليب وأداة لرفع البرطمانات. رقم 2 جمع المكونات اللازمة. طيب إيه المكونات؟ المكونات فاكهة طازجة، سكر، بكتيل لتماسك قوام المربى وده اختياري، وحمض الستريك لحفظ المربى. يوضع 5 جرام لكل كيلو جرام من السكر المضاف إلى المربى. رقم 3 تحضير المكونات. وعند تحضير المكونات يجب غسل الفاكهة جيدا وتقطيعها وإزالة الأجزاء غير الصالحة للأكل أو المتعفنة، وتحديد كمية السكر التي تحتاجها بمقدار كيلو جرام سكر لكل كيلو جرام من ثمار الفاكهة. يمكنك إضافة البكتين وهي مادة طبيعية مستخلصة من الفاكهة تساعد على تماسك المربى. رقم 4 خلط المكونات وطهيها. ضع الفاكهة والسكر في إناء يقلب الخليط على نار هادئة للطهي وإذابة السكر، وإضافة حمض الستريك إلى القليل من الماء الدافئ، وقلب الخليط مرة أخرى حتى يصبح المربى جاهزة. رقم 5 تعقيم البرطمانات والأغطية. تعقم البرطمانات جيدا في إناء وغمرها بالماء ووضعها تغلي لمدة 10 دقائق. استخدم أداة رفع البرطمانات لإخراجها من الإناء ثم قم بتعقيم الأغطية. رقم 6 التعليب. تعبأ المربى وهي ساخنة في البرطمانات وتترك حتى تبرد ثم تغلق بإحكام. بقية المهمة السادسة صل كل مشكلة بأسبابها. قوام المربى سائل للغاية. لما تكون قوام المربى سائل ده سببه عدم تعقيم البرطمانات جيدا، ولا نقص مادة البكتين، ولا نقص كمية السكر. طبعا نقص مادة البكتين اللي هي ما تساعد على تماسك المربى. 2 فساد المربى سريعا. لماذا تفسد المربى سريعا؟ لعدم تعقيم البرطمانات جيدا. نكهة المربى غير حلوة كفاية، وهذا بسبب نقص كمية السكر. انتهينا من المهمة السادسة، ننتقل إلى المهمة السابعة. ضع كلمة شخصية أمام المهارات الشخصية وكلمة فنية أمام المهارات الفنية. قبل قراءة المهارات نتعرف على المهارات الفنية والمهارات الشخصية. المهارات الفنية لقطاعات الأعمال مثل الصناعة والزراعة والأزياء والفنون، وتشمل المهارات الفنية مجموعة من المعارف بما فيها فهم مبادئ الهندسة والتصنيع في المهن الصناعية، وإتقان تقنيات حياكة الملابس في تصميم الأزياء، وتحديد النباتات المناسبة في تصميم وتنسيق الحدائق. دي المهارات الفنية. طيب إيه المهارات الشخصية؟ هي المهارات غير الفنية الضرورية لإنجاز المهام في بيئة عمل احترافية، وتشمل المهارات الشخصية التفكير التحليل والإبداعي والمرونة والقدرة على التكيف، فضلا عن التحفيز والوعي الذاتي. تعال نقرأ مع بعض. فهم مبادئ الهندسة، طبعا دي فنية. فهم مبادئ الهندسة تعتبر مهارات فنية. التفكير التحليلي والإبداعي دي مهارات شخصية. التحفيز والوعي الذاتي أيضا مهارات شخصية. تحديد النباتات المناسبة للحديقة، تحديد النباتات المناسبة في تصميم وتنسيق الحدائق دي مهارات فنية. إتقان حياكة الملابس وتصميم الأزياء أيضا مهارات فنية. إتقان تقنيات حياكة الملابس في تصميم الأزياء. المرونة والقدرة على التكيف مهارات شخصية. إيجاد تصنيع الأثاث والموبيليا دي تبع التصنيع دي مهارات فنية. قم بوضع كل تنسيق في مكانه الصحيح ثم صل. يستخدم في الأواني ذات الفوهة الضيقة. ده التنسيق الرأسي، حيث توضع الأزهار بشكل تكون متدرجة في الطول. طبعا ده التنسيق الرأسي. فين التنسيق الرأسي؟ التنسيق الرأسي في الشكل الأول. رقم 2 يوضع أطول أفرع الأزهار في منتصف الإناء، ويكون الجانبان متشابهين في ألوان الأزهار. طبعا ده تنسيق متناظر. وطبعا ده الشكل الثالث. رقم 3 يوضع أطول أفرع الأزهار في منتصف الإناء، ويكون الجانبان غير متشابهين في ألوان الأزهار. بتنسيق غير متناظر، وده التنسيق الغير متناظر. انتهينا من المهمة السابعة، ننتقل إلى المهمة الثامنة. تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من السكر والدهون والكربوهيدرات، وتفتقر إلى الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية. أكمل. تسبب الوجبات السريعة العديد من الأمراض، مثل رقم 1 زيادة الوزن اللي هي السمنة وسوء التغذية، رقم 2 مرض السكري من النوع الثاني وضغط الدم وأمراض الكبد الدهني. كون من المكونات الآتية وجبة سريعة صحية تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية
دجاج مشوي، دجاج مقلي، قطعة لحم مشوية، أرز، مكرونة، خبز، سلطة خضراء، بطاطس مقلية، حلوى، فاكهة، عصير طبيعي، مشروب غازي، عصير صناعي. طبعا عشان تكون الوجبة متكاملة لابد أن تشتمل على عدة عناصر، منها ممكن نكون الوجبة الأولى دجاج مشوي وأرز وسلطة خضراء وفاكهة وعصير طبيعي، ممكن قطعة لحم مشوية وخبز وسلطة خضراء وفاكهة وعصير طبيعي، وأيضا قطعة لحم مشوية وأرز وسلطة خضراء وفاكهة وعصير طبيعي. استبدلنا الخبز بالأرز، وممكن قطعة لحم مشوية ومكرونة وسلطة خضراء وفاكهة وعصير طبيعي. انتهينا من هذه المهمة، ننتقل إلى المهمة التالية. رتب الخطوات الأساسية لصنع المربى. الخطوات الأساسية طبعا رقم 1 تجهيز الأدوات، من هذه الأدوات الميزان الرقمي. رقم 2 تحضير الفاكهة. رقم 3 غسل هذه الفاكهة. رقم 4 تقطيع الفواكه مع التخلص من بعض الأجزاء. رقم 5 طهي الفواكه على النار. رقم 6 تعبئة الخليط في برطمانات معقمة. رقم 7 بعد وضعها في البرطمانات تترك حتى تبرد. رقم 8 إغلاق هذه البرطمانات. أصيب أحمد بحروق سطحية من الدرجة الأولى. خلي بال الدرجة الأولى اللي هي التي تؤثر على الطبقة الأولى من الجلد. أثناء حصة العلوم عند عمل تجربة باستخدام لهب، اختر من الصورة الآتية الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا النوع من الحروق وضع علامة صح. طبعا رقم 1 نضع أمامها علامة صح لأنه إجراء مناسب لحروق الدرجة الأولى، أما طلب الإسعاف ده غير مناسب لحروق الدرجة الأولى، مناسب لحروق الدرجة الثالثة أو الثانية. استشارة الطبيب مناسب لحروق الدرجة الأولى. عمل إنعاش رئوي طبعا ده للصدمة الكهربائية. لف الإصابة بالشاش ده مناسب لحروق الدرجة الأولى. رقم 2 اختر الصورة المناسبة لكل من أنواع الحروق الآتية: حروق الدرجة الأولى وحروق الدرجة الثانية وحروق الدرجة الثالثة. تضرر جميع طبقات الجلد، تضرر جميع طبقات الجلد ده حروق الدرجة الثالثة، نكتب جيم. 2 تضرر البشرة فقط، البشرة فقط اللي هي الطبقة الأولى من الجلد ده حروق الدرجة الأولى، نكتب ألف. تضرر البشرة والأدمة طبعا اللي هي الطبقة الثانية من الجلد، نكتب باء اللي هي حروق الدرجة الثانية. أثناء العمل يتعرض عمال السباكة لأخطار متعددة، لذا يجب الالتزام بإجراءات السلامة المختلفة للحماية. من هذه الأخطار اكتب رقم كل خطر تحت صورة إجراء السلامة المناسب. ألف الانزلاق والتعثر في مواقع العمل. للوقاية من الانزلاق والتعثر في مواقع العمل نستخدم حذاء مناسب. إصابة العينين بالسوائل المتناثرة. للوقاية من إصابة العينين بالسوائل المتناثرة نستخدم نظارات واقية. للوقاية من الحروق بسبب المياه الساخنة نستخدم قفازات حماية. للوقاية من استنشاق الأبخرة والمواد الكيميائية نستخدم كمامة واقية. ده علامة صح أو خطأ أمام الصحيح أو الخطأ. رقم 1 ارتداء الخوذات ضروري في المواقع التعليمية، طبعا هذه العبارة خطأ. 2 ترتيب أماكن العمل يقلل من مخاطر التعثر، هذه العبارة صحيحة. عند ترتيب أماكن العمل هذا يقلل من مخاطر الوقوع والتعثر. أكمل المخطط التالي من خلال دراستك. بعض العيوب التي تظهر عند صنع اللبن الزبادي في المنزل وأسبابها: العيب هو طعم الزبادي لاذع أو حامض، وسبب ذلك استغرقت فترة التحضين وقتا طويلا. إذا انخفضت درجة حرارة التحضين عن أقل من 40 درجة مئوية، ما العيب الذي يظهر؟ يكون الزبادي قوامه غير متناسق. العيب تشريش الزبادي وظهور الشرش على السطح بسبب ارتفاع درجة حرارة التحضين وطول مدتها. ضع علامة صح أو علامة خطأ. رقم ألف يتم تجبن اللبن في الحضانة على درجة 40 مئوية، هذه العبارة صحيحة. رقم باء تسخين اللبن إلى 90 درجة مئوية يقتل البكتيريا، أيضا هذه العبارة صحيحة. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من مهام المهارات الأدائية، وانتظرونا إن شاء الله في باقي المواد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.